مساء الخير. طبعا سمعنا امبارح والنهارده الاحداث كلها عن حادثه كنيسه الازرق في الورق محافظه الجيزه، وطبعا الحادثه دي مش الحادثه الاولى ولا الحادثه الاخيره، لكن انا يهمني المره دي ان انا عايز اتكلم وافتح قلبي شويه وبطريقه ما فيهاش مجاملات وما فيهاش نفاق لحد. مواضيع الكنائس اتكررت كتير قوي من ايام السادات في حادثه الخانكه، مرورا بعصر حسني مبارك، مرورا بعصر المخلوع، مرورا بالفتره الانتقاليه. لكن انا يمكن اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده بتاع الارهاب وبتاع احداث الارهاب والكلام من دوت، والاحداث الارهابيه في سيناء وكلام من دوت، وقلت ان المفروض يبقى في مصالحه وكلام من دوت، وان الاخوان يرجعوا ينخرطوا في العمل السياسي. لكن عايزين بقى نتكلم بجد ونتكلم مين هم الإخوان والحقيقة إيه، بدون تكلفة وبدون أي نوع من أنواع المجاملات. حادثة كنيسة العذراء مريم في الورقة، في فرح في الكنيسة، جت في عربية ملاكي، عملت قال إيه، عطلت الدنيا إنها عطلانة عطلانة في الطريق، الله أعلم هي عطلانه فعلا ولا ده نوع من انواع التمثيل. وجه موتوسيكل عليه اتنين ملتحين، واحد سايق والتاني برشاش، ضرب نار قتل اتنين وقتل طفلتين، منهم طفله 8 سنين وطفله 13 سنه، وفي ست كبيره على اللي هي ام العريس على الكرسي متحرك، ست كبيره عجوزه اخذت دفعه رشاش في بطنها. الطفلة الصغيرة اللي اسمها مريم نبيل 8 سنين أخذت 13 طلقة في بطنها. هنبكي وهنعيط، وبكينا قبل كده وعيطنا كتير، وبالطريقة اللي احنا ماشيين فيها هنعيط كتير قوي قوي قوي. لكن الحقيقة أنا مش من النوع اللي هو بيميل إن احنا ننام ونعيش في ان احنا شهداء ولازم نموت ونقدم دمنا والكلام الجميل ده، كله كلام جميل، بس لما بيكتر عن اللزوم بيبقى طعمه مش حلو. عايزين نناقش بقى الحادثة دي مين اللي عملها؟ هل اللي عملها الإخوان المسلمين؟ ولا الجماعات الجهادية؟ ولا السلفيين؟ ولا الأمن عشان يزود قانون الطوارئ ويمدد قانون الطوارئ؟ هما بيقولوا كده الاخوان، بيقول الامن عمل القصه دي عشان يرفع او يزود قانون الطوارئ. طيب هل ممكن الاخوان يكونوا عملوها؟ ممكن، واحتمال كبير 80% من الاخوان هما اللي عملوها. ممكن الجماعات الجهاديه هما اللي عملوها؟ ممكن جدا يكون الجماعات الجهاديه هما اللي عملوها. ممكن السلفيين يكونوا هما اللي عملوها؟ ممكن السلفيين يكونوا هما اللي عملوها. الله، لا ده السلفيين غير الاخوان، لا ما فيش حاجه اسمها غير الاخوان، كله زي بعضه، إخوان، جماعات جهادية، سلفيين، الناجون من النار، التنظيم والنصرة، نصرة القدس، نصرة الإسلام، القاعدة، كله جاي من الإخوان. الإخوان بيبانوا حلوين قوي، منهم الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجي بيتكلموا حلوين قوي، ده حتى الدكتور عصام العريان كان عايز اليهود يرجعوا. ده كله كلام نصب وكلام سياسه، انهم اكتر ناس كذابين، اكتر ناس كذابين الاخوان، محدش يصدق اخواني ابدا، تعصرهم كده ينزلوا كده كذب. طب الكلام اللي انا جايبه ده بناء على حادثه كنيسه العذراء؟ لا 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 لا، ده تاريخ، تاريخ قديم قوي، وان شاء الله هكلمكم على التاريخ ده على كذا مره، لانه ما تسعوش حلقه واحده، لكن هديكم نبذه عنه. لما كنت طالب في كليه الطب في اسيوط، انا اخذت الفتره الاولى الدراسات الاكاديميه، اول ثلاث سنين اخذتهم في اسيوط، وبعدين حولت جامعه الزقازيق واخذت دراسات عليا في عين شمس. لكن اللي حصل اني لما كنت طالب في سنة أولى طب في الكلية،
كان في طالب اسمه ماهر، الطالب ده مش من كلية الطب، انا بتكلم عن مستوى الجامعة. ماهر ده طالب مسيحي فاز ببطولة الجامعة في الكاراتيه، بطولة الجامعة في الكاراتيه. لما فاز ببطولة الجامعة في الكاراتيه، طبعا هي مراحل لغاية ما فاز ببطولة الجامعة، اليوم اللي أخذ فيه الكاس بطولة الجامعة الصبح اتقتل فيه في العصرية، الإخوان المسلمين قتلوه في العصر. إزاي؟ إزاي واحد مسيحي يعني كافر ياخد بطولة الجامعة؟ ما ينفعش، مش حلوة طبعا. نيجي حاجة تانية، منساش أنا لو طالب وبامتحن ورايح امتحن مادة أناتومي للتشريح، كان دكتور اسمه الدكتور محمد عبد المغني، كنت ساعتها لابس بدلة وكرافات وشيك بقى أي في نفسي دكتور بقى، راح امتحن، ففي حالة كده بيقول لي اعمل لي عليها فحص، حاجة اسمها بي في بيتعمل على جثة يعني، ولو إن السؤال ده ما بيتسألش لينا، كان في سنة أولى، كان المفروض يتسأل في سنة أعلى من سنة أولى، لكن هو سألني السؤال ده، فقلت له أوكي، فأنا بعمل تيست الاختبار، قال لا وريني صبعك كده، فقلت له، قال لي بس صبعك، قال لي الله ده أنت صبعك من النوع الطويل، وبعدين مد إيده كده أهو، طبعا القميص ماسك، فقال لي فك القميص، ففك القميص كده، وبعدين بص لقى الصليب على إيدي، فقال لي الله ده أنت من عيال عمنا، طب كمل. طبعا سألني وانا جاوبت، لكن صفاني في النتيجة مظبوط. دي حاجة، في انا حاولت من بعد سنة تالتة كلية طب، حاولت رحت الزقازيق، كان في زميل ليا مسيحي من اصدقائي يعني، قلت له يا ابني حول معايا، قال لي لا مش محاول، انا قاعد، انا بلدي قريبة من الجامعة، ايه اللي يوديني الزقازيق؟ قلت له يا ابني الاضطهاد والبلاوي اللي بتحصل من الجامعات والاخوان، قال لي لا لا انا قاعد قاعد، هو وانا مشيت رحت الجامعه بتاعتي. سمعت بقى بعد كده اللي حصل معاه ايه. زميلي ده في سيكشن بتاع نسا، الدكتور بيقول له افحص حاله النسا ديت واكتب لي الشيت بتاعها. هاي الولد سبور حلو قوي، كان ظريف جدا يعني، راح يشوف الحاله ويكتب التقرير بتاعها. فراح دكتور ملتحي اللي هو طالب يعني، طالب ملتحي اخوانجي، قال له لا ما تفحصش الحاله، قال له الاستاذ قال لي افحص الحاله واكتب الشيت، قال لا ما تفحصش الحاله انت نصراني نجس، ما تفحصش الحاله، افحص الحاله ما افحصش الحاله، الاخواني راح مسك تاني راح ضربه. طبعا لقى نفسه ضرب جامد قوي كده، راح دافع عن نفسه، لما جه دافع عن نفسه ضرب التاني، التاني اخذ بعضه وراح للامن اللي هو الاخواني، اشتكى الطالب المسيحي عند الامن، الامن مش يحقق، اخذوا هاني دوت، اخذ الدكتور دوت وحطوه في المعتقل 3 شهور او اكتر في المعتقل. المهم طلع من المعتقل، قلت له تعالى ما تقعدش عندك، فعلا راح محول وجي عندنا في الزقازيق، واخذ باقي السنوات بتاعته لغايه ما خد بكالوريوس بتقدير كويس جدا. والحمد لله ان احنا لما حولنا من اسيوط ما فيش واحد فينا اخذ مقبول في تقدير، كل تقديراتنا كانت يا جيد جدا يا امتياز، الحمد لله ربنا اراد ان هو يكرمنا في الزقازيق عن جامعه اسيوط، دي حاجه ايه برضو نقدر نقولها. لكن ده كان بيدل على ان اسيوط كانت معقل للاخوان ومعقل للتعصب ومعقل للطائفيه، وكنت بودانك بتسمع الجمعيه الشرعيه جنبك بتقول كذا 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 على المسيحيين الكفرة، ال 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 كتير قوي. هنا بدأ الغرس الإخواني، تيجي تقول للإخوان دول طيبين وكويسين وعلى أباط، واصل هما عينوا نائب رئيس الحزب قبطي، يا فرحتي ده شخليلة رفيق حبيب، ده ما ينفعش أساسا يكون بني آدم اللي مسكوه نائب رئيس، وكون يقبل ده يدل على إن هو إنسان خاين. الإخوان إرهابيين، هم ارهابيين وتاريخهم بيقول كده، احنا هنطبل هم مين الارهاب؟ هو لما مرسي نفسه مسك جاب مين في الـ في الـ في العرض بتاع 6 اكتوبر اللي فات؟ مش جاب القتله كلهم؟ مش افرج على الارهابيين كلهم بتوع القاعده؟ وبعدين تاريخهم من ايام زمان، ايام زمان، من ايام ما قتلوا القاضي الخزندار وقتلوا النقراشي اللي هو رئيس الوزراء، والشيخ الذهبي اللي ضربوه بالرصاص في عينيه،
شيخه ضربوه برصاص في عينيه، قتله، طول عمرهم قتله. مش هنقول كده عشان يعني مش هنقول عليهم كويسين عشان احنا خايفين من القتل، احنا مهددين بالقتل معروف، ممكن نموت في اي لحظه، مهددين بالقتل وعارفين ده، متهددين بالقتل. بس كنا متهددين بالقتل ده مش معناه ان احنا ما نقولش كلمه حق، هنقولها، هنقولها لو بنموت. الاخوان كدابين وعمرهم ما هيوردوا على جنه، الارهابيين كلهم عمرهم ما هيوردوا على جنه، قتله الاطفال عمرهم ما هيوردوا على جنه، قتلت جنودنا على الحدود عمرهم ما هيوردوا على جنة. القس مينا عبود شربين اللي اتقتل في سينا، ده في درجة ابن خالي لأن والده ابن عم ماما. قس مينا عبود شربين اتقتل في أول شهر 7/2013 قدام الكنيسة في العريش، عمره 39 سنة، عمره ما أذى إنسان، عمره ما أذى إنسان، إنسان طيب حبوب بيحب الناس كلها، رقيق المشاعر، محب، عاطف على الفقراء، ملاك على الأرض. قتلوه لا لشيء إلا لأنه مسيحي وبيحمل صليب المسيح. طبعا مش معقول اكون في اطفال زي مينا نبيل ومينا اشرف والناس اللي ماتت في كنيسه الوراق واتكلم بس عن القصه مينا عبود شربين. احنا عندنا من ايامنا حمادي، كنيسه القديسين، كل الحوادث الارهابيه ثق تماما انها بفعل الاخوان. هينط لي واحد يقول لي طب الامن ما كانش بيعمل كده، بقول له الامن ممكن كان بيعمل كده، والأمن لما كان بيحب ينفذ عملية ضد الأقباط كان بيجيب فيها الإخوان يا السلفيين. يبقى أدوات الأمن في تنفيذ مخططاته ضد المسيحية كانت الإخوان والسلفيين. كده بقى الأقباط بين حجري راحة، من هنا الإخوان ومن هنا الحكومة، وكل من الإخوان والحكومة بيزايدوا مين هو مسلم أكتر من التاني. اللي مسلم اكتر من التاني بيطحن الاقباط اكتر. الله، انا بقول كده مع ان المسيحيين بيأيدوا الحكومة، المسيحيين بيأيدوا الحكومة عشان سلامة مصر وبنيان مصر واستقرار مصر، لكن عمر المسيحيين بتأيدهم الحكومة ما هياخدوا اي شيء للأسف. كل الحكومات بتستغل المسيحيين لصالحها، لكن اول ما الحكومه بتمسك بتنسى كل طلبات الاقباط. وفي ادله على ده، في ادله على ده، اللي هو محمد ابراهيم اللي هو وزير الداخليه دلوقتي، مش هو نفسه كان وزير داخليه ايام مرسي؟ مش هو نفسه كان موجود ايام ما قواته كانت قدام الكاتدرائيه والمولوتول في الضرب جوه الكاتدرائيه لاول سابقه تحدث في التاريخ في وجود محمد ابراهيم؟ الله، محمد ابراهيم بيتغير ولا ايه؟ محمد ابراهيم اللي كان موالي لمحمد مرسي هو محمد ابراهيم اللي ماشي النهارده؟ يعني امبارح كان بيكره المسيحيين والنهارده هيحبهم باماره ايه؟ نصرا مثلا؟ لا سمح الله يعني؟ لا طبعا. الفكر واحد، حبك ما حبكش هو جواه حاجه، انت كافر، انت كافر. عادي ممكن انتوا تتقتلوا ويجيبوا القتله بعد كده، بس ممكن يبقوا عارفين انكم هتتقتلوا برضه ما يمنعوش القتل، ما ممكن يستثمروه سياسيا، وارد، كل ده وارد. الله، ده انا نازل على الامن. نازل على الامن. الامن فين الامن؟ مش موضوع كنيسه الوراق، لا 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 لا. الناس اللي بتتخطف كل يوم في لاد حمادي عملتوا في القتله ايه؟ لغايه النهارده كل يوم ناس بتتقتل في نادي حمادي. اوعى تقولي الامن ما يقدرش، لا الامن يقدر. الله، انت سايبهم ليه؟ ليه سايبهم الامن؟ عشان الناس تكره اكتر الاخوان. طب ومين اللي بيدفع الثمن؟ الاقباط بيدفع الثمن. لسه في المنيا مدير مستشفى النهارده اتخطف وطالبين مليون جنيه. سوهاج
نجح حمادي، كل ده بيحصل. فين الأمن؟ ليه ما نضفش البؤر الإرهابية دي؟ الناس اللي بتخطف في الأقباط كل يوم ليه ما تمسكوش؟ الأمن بيعمل إيه؟ ما يقدرش؟ لا يقدر. الأمن يقدر، لكن برضو الأمن بيستثمر الأقباط، حتى هو عايز أي غرض بيستثمر الأقباط. لو عايزين يرجعوا الأمن هيرجعوه. عشان كده احنا بتلاقي حتى في وجود كان في زعماء لمصر متجبرين ودكتاتوريين، وفي العرب زعماء متجبرين دكتاتوريين، لكن الناس الشعب كان بيحترمهم. زي مين؟ جمال عبد الناصر وصدام حسين. جمال عبد الناصر الأدب، هو الأدب، كانش حد يقدر يفتح بقه بكلمة. صلاح نصر موجود الله ينور، والغلايات كانت شغالة. صدام حسين استحالة حد يجيب سيرة صدام يقول مسلم ولا مسيحي ولا غيره في بلده، إلا كله كان يصلي ويركع باسم صدام حسين. الزعماء دول مخلدين لأنهم حافظوا على الأمن جواهم. لكن نيجي بقى من ساعة ما السادات استثمر التيار الإسلامي، جه حسني مبارك الله ينور وعمل زي النعامة وساب التيارات دي تشتغل. جه الراجل الطيب الشيخ مرسي الله ينور عليه اللي قال نحن نحافظ على حياة الخاطفين والمخطوفين. والوزارة اللي هي موجودة حاليا، يبقى كلمة من القلب. تعصب موجود في مصر، وفي ناس كتير هتقول لا 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 انت نظرتك، لا التعصب موجود في مصر. انا منساش ان في طبيب كان قاعد معايا بيتكلم وعامل نفسه ان هو بيدافع عن الاقباط وان الاقباط مظلومين وطيبين وليه بيعملوا معاهم كده وليه، راجل كويس يعني بيتكلم، هو غلبان طيب فعلا. فبقول له طب في بلدك النواصر، بلد حتى اسمها النواصر كده، في جمعية مقفولة كانوا بيصلوا فيها المسيحيين وقفلوها عليهم ما بيخلهمش يصلوا، خايفينهم اللي يعملوا فيها كنيسة فمنعوهم من الصلاة. فالناس في النواصر ما بتصليش في الكنيسة بتاعتها، فبينزلوا إسنا يصلوا في كنيسة إسنا. قلت له طب بقول لك يا دكتور، انت راجل شايفك متنور يعني وراجل ضد التعصب وكده، في جمعية عندكم بتاعت مسيحيين مقفولة، لو سمعت بكرة ان هم عايزين يعملوها كنيسة ايه رأيك؟ قال لي لا كنيسة، لا ليه كنيسة، ليه كنيسة. ولقيته الزرزر وركبه 100 عفريت بمجرد ان سمع ان ممكن الجماعه تتحول كنيسه. قال ما هم كلهم قليلين بينزلوا كنيسه في اسنا يعني هيحتاجوا للكنيسه. يكون كويس معاك وزي الفل، لكن توصل للكنيسه لا، انت كافر، انت كافر. مناهج تعليم متعصبه، مدرسين متعصبين. انا لن انسى ان انا في ثانويه عامه ان في مدرس مسك الطلبه كلها في الصبح في الطابور الصبحيه وبالميكروفون قعد يصلي للخميني ويقول له يا قائد الامه الاسلاميه يا خميني نحن وراءك، يا خميني نحن وراءك يا خميني، ويخلوا الطلبه اللي هم احنا وراه نردد نحن وراءك يا خميني نحن وراءك يا خميني. احنا بنقول بقى معلش العملية زادت ومسخت ودم الأبرياء احنا مسؤولين عنه، مسؤول عنه المسلم اللي بيسكت على الإرهاب، ومسؤول عنه المسيحي اللي بيطاطي وما بيقولش فيه إرهاب وفيه الطهارة في مصر. والله يا أمن قادر تأمن كنايسنا أهلا وسهلا، مش قادر تسلحنا بحيث الواحد يروح بيت ربنا ومعاه سلاحه ويخلي له 5-6 بره الكنيسه كده كل واحد معاه آلي بحيث يبقى ايه في تبادل لاطلاق النار، مش يجي مجموعه جبنه ويقتلوا اطفال ويقتلوا ستات. جبنه 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 تاني يتمرن جبنه جبنه جبنه. اللي بيعمل العمل الارهابي ده انسان جبان خسيس ولا ينتمي لفصيله الانسان، واللي يزعل يضرب دماغه في الحيط.
اما بالنسبه لينا احنا، احنا برضه هنصلي، احنا برضه هنصلي لغايه ما يدونا سلاح ان شاء الله، سلاح ندافع بيه عن نفسنا يعني ضد الارهابيين، لكن لغايه ما برضه يحصل الكلام ده وان الحكومه تامننا او تدينا سلاح ندافع بيه عن نفسنا، هنقول ربنا المنتقم، ربنا المنتقم، ربنا المنتقم. شكرا، وجه رؤوف.